في مثل هذا الوقت السنة اللي فاتت أنا كنت متسوحة تسويحة جامدة جدا في ثانوية عامة مدرسين اللغات، وكانت تسويحة ما أتمنهاش لألد أعدائي. ففي الفيديو ده هقول لكم على المدرسين أونلاين وسنتر وكمان يوتيوب. بس قبل ما أقول لكم على المدرسين محتاجة أقول لكم حاجتين مهمين جدا تحطوهم في ودانكم قبل ما تسمعوا المدرسين. اول حاجه وهي ان بجد بجد المدرسين كلهم زي بعض، مش شرط علشان انت عارف ان الشخص ده مثلا جاب درجه حلوه او كده فانت تاخد مع المدرسين اللي هو كان بياخده عنده، او ان مثلا في كذا ده توب 1 في مثلا في الماده كذا فانت تاخد عنده، لا بالعكس. نصيحتي ليك ان انت لو عندك مدرس بتفهم منه كويس وانت مرتاح له وجنبك قريب منك في البيت مش هتعوز مواصلات حاجه، فكويس جدا وجو اون وخد عنده. تاني نصيحة، وعادي جدا جدا ان انت تكون لحد شهر 12 لحد قبل الامتحانات تكون متردد بين المدرسين، بس الاهم من ده كله وانت بتتنقل بين المدرسين او انت مثلا مش مستقر على مدرس ان انت ما تسيبش المادة. يعني مش اللي هو انا مستني بقى المدرس اللي هيجي يحل لي المشكلة بتاعتي ومش عارف ايه، لا، انت في لحظة ان انت عايز تسيب ده وتكمل مع ده انت برضو مكمل وبتذاكر وبتشوف النقطة اللي واقعة منك تشوفها على اليوتيوب، وان شاء الله انا هقول لكم في الفيديو برضو ناس كويسين جدا على اليوتيوب لو حاجه واقعه منك تقدر تشوفها من على اليوتيوب. ويلا نبدا في الفيديو عشان مش عايز اطول عليكم. هنبتدي بالكيمياء علشان اتعامل عليها جدل في السنه بتاعتنا ديت. والكيمستري انا شخصيا كنت باخد مع مستر اشرف الشناوي وهو بجد كان كويس جدا جدا جدا. في دكتور ناصر البطل برضو هو كويس جدا بس انا ما جربتوش يعني، بس شفت له كام فيديو. فانت عندك مستر الشناوي ودكتور ناصر البطل بس الاثنين اونلاين. في عندنا في اسماعيليه كان مستر مهند وبرده نزلت له كام مره برده كويس جدا. عايزه اقول لك الفرق بين مستر الشناوي ودكتور ناصر البطل. دكتور ناصر البطل هو شبابي اكتر واغاني بقى وبيحفظك الكيمياء وبيخليك تحبها كده. انما مستر اشرف الشناوي فهو اكاديمي جدا جدا، بيشرح لك المعلومه بيحل كتير عليها. فمعظم الناس كانت بتحب دكتور ناصر البطل، فانت لو هتاخد مع دكتور ناصر البطل فانصحك ان انت تاخد المراجعه بتاعه مستر الشناوي، هو بيبقى فاتحها لكل الناس. هي مراجعه قبل الامتحان كانت حلوه قوي وجيب منها حاجات كتيره في الامتحان، وما تقلقش الامتحان ما كانش صعب قوي زي ما الناس كانت بتقول، هو بس كان محتاج شويه وقت وان شاء الله في السنه بتاعتكم ما يعملوش نفس الخطا يعني. تاني حاجة هي الفيزيكس. الفيزيكس انا هرتبهم لك كده، اول واحد مستر احمد سمير، تاني حد نوار، تالت حد بس هو كان عندنا سنتر بس في اسماعيلية، فرج مستر فرج، وفي يوتيوب مستر محمد فرج. فانت مثلا لو هتاخد مع مستر احمد سمير اونلاين المراجعات بتاعه نوار كويسه جدا جدا جدا. مستر نوار بيعمل مراجعات بعد كل شابتر هايله، فانت لو هتاخد مع مستر احمد سمير مثلا هو خد المراجعات بتاعه مستر نوار، هو بيبقى منزلها ان عادي ناس جديده تشتغل وتشترك معاه في المراجعه. بس مهم جدا 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 في الفيزيكس ان انت مهما كان بتاخد مع مين ان انت تحل المعاصر، المعاصر الحل العادي وبرده المراجعه النهائيه والامتحانات. وانا كنت متابعه مستر فرج كان بينزل على اليوتيوب الحل بتاع المعاصر، وان شاء الله هنزل لكم في الديسكريبشن اللينكات بتاعتهم. تالت ماده معانا وهي العربي، يعني انا مش محتاجه اتكلم عن اول حد مستر محمد صلاح. انا شخصيا كنت باخد مع مستر رضا بس جيت في الاخر اخدت مع مستر محمد صلاح. بجد مستر محمد صلاح يعني لم لي كم كويس جدا جدا في الاخر. ففي برده مستر اسمه مستر وليد محسن على اليوتيوب، وده شخص بجد حلو قوي 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 كمدرس عربي. لو انت حد بيحب العربي قوي وبيحب الشعر وكده فجو ان خد مع مستر وليد محسن، علشان هو بيتعمق قوي في النحو وبيجيب حاجات. انت هسيب لكم برضه في الديسكريبشن القناه بتاعتهم هم الثلاثه. رابع ماده معانا وهي الانجليش. انا في الاول كنت قعدت اتنقل بين ناس كتير بس في الاخر استقريت على مستر محمد صلاح انجليزي، وانا بنصح بيكم وبنصح كل الناس ان هي تجرب مستر محمد صلاح انجليش، يعني يعجز الكلام والله. فمش هنتكلم كتير بقى عن مستر محمد صلاح، وهسيب لكم برده
القناه بتاعته هي فول ماركن انجلش، القناه بتاعته على اليوتيوب برضه هسيبها في الديسكربشن. في ناس كتيره بتنزل على اليوتيوب، بس برضه زي ما قلت لك مش عايزه تتنقل بين كذا حد عشان هتلاقي ناس كتير، فخلي معاك مستر محمد صلاح وفول ماركن انجلش. في عندنا في السنتر كان مستر في اسماعيليه مستر احمد عصام. نيجي لخامس ماده تقريبا اللي هي الفرنش. الفرنش ماده لطيفه جدا، وبجد بجد اي حد ممكن يشرح لك فرنش. يعني لو عندك اختك الكبيره هي بتبقى فاهمه في الفرنش فهي ممكن تشرح لك، فاي حد ممكن تاخد معاه فهو هيشرح لك فرنش كويس جدا، والامتحان ما بيجيش صعب يعني. بس الاهم ان اهم حاجه ان انت ما تهملهوش، وانصحك كمان ان انت الفرنش والانجليزي تنزلهم سنتر. ليه؟ علشان ان انت تبقى مهتم بيهم، لان معظم الناس بيقولوا ان هي ان هم ماده سهله وبيسيبوهم وبيهملوهم، وفي الاخر هما مادتين مهمين جدا وبيلوموا لك درجات. فانت لازم تنزل سنتر عشان تبقى مجبرك ان انت تحفظ الكلمات وتحل كتير، عشان انت لو سبته لوحدك مش هتعرف. بس انا اصلا كنت باخدهم اونلاين، فانت لو في دماغك ان انت تاخدهم اونلاين فعادي. في انا كنت باخد مع مسيو حسين الجبلاوي، وهو برضو عنده قناه على اليوتيوب وبينزل مراجعات حلوه جدا لكل الناس، هسيبها لكم برضو في الديسكربشن. الماس عندك عمر الشربيني اونلاين ومحمد سلامه اونلاين. هو انا كنت عامل عمر الشربيني عشان انا جربته في ثانيه ثانوي، ومستر محمد سلامه بص هما الاثنين دول انت كعلم علوم او علم رياضه فانت لازم يكونوا عندك القناه بتاعتهم، علشان كعلم علوم هتحتاجهم في الاحصاء. فانت لو جيت بقى في امتحان الاحصاء فارجع للفيديو او احفظ اللينك اللي هحطه لكم تحت. الاثنين اونلاين، وما عنديش فكره بصراحه مين بينزل سنتر، بس عندنا في اسماعيليه مستر محمد كمال توب توب 1 في الماس. بس انا برضو زي ما قلت لكم انا عندي علوم فما عنديش خبره قوي. البيولوجي هي ماده مهمه جدا جدا، ولكن نصيحه بجد ما تاخدوهاش اونلاين. لو عندكم حد تنزلوا له سنتر خدوا له سنتر، انزلوا سنتر للبايو عشان بيبقى فيه حاجات كتيره انت عايز تسال عنها، مهم جدا ان انت تتكلم مع المدرس وكده. بس انا شخصيا كنت باخد مع دكتور ديف، مش عارفه بس في ناس كتيره بتحبه جدا، ف عايز تجربه جربه. زي ما قلت لك يعني انا رايي ان انت لو حد عندك في المنطقه بالسنتر انزلوا سنتر. في دكتور مينا حنا، ودوت انا جربته في ليالي الامتحان وكان كويس قوي 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 قوي، وهو بيدي اونلاين وبينزل سنتر، وهو كان لسه منزل برده يعني لسه شايفاه قريب ان هو نزل محافظات جديده، فهسيب لكم برده اللينك بتاع الصفحه بتاعتهم تحت وخشوا وشوفوا. اخر ماده معانا وهي الجيولوجي، انا سايباها اخر ماده عشان هي ماده لطيفه جدا انا بحبها. وانا كنت باخد مع مستر سامح نشأت، وجيت في النهايه برضو اخدت مع جيو ماجد امام، والاثنين كويسين جدا جدا جدا. والجيولوجي برضو مش مهم اللي هو لازم تاخد مع الاثنين، ممكن تاخد مع اي حد. مش هقدر اقول لك مين الاحسن، مستر سامح نشأت ولا جيو ماجد. جيو ماجد في الاخر لم معايا الدنيا بصراحه، بس انا حاسه ان انا ما كنتش هعرف الم مع جيو ماجد لو انا ما كنتش مذاكره مع سامح نشأت، فهما الاثنين حلوين جدا جدا. وفي نهايه الفيديو حابه اقول لكم رساله ان شاء الله، ان شاء الله هتلاقيني بقولها لكم في كل الفيديوهات اللي هعملها باذن الله، وهي رايت يور اون ستوري. يعني شوف البيئه بتاعتك وانت حابب مين تشتغل معاه. انت مش عايز اي حد من اللي انا قلته وانت شفتهم كلهم وما عجبكش. في ناس تانية عندك طبعا جو وعايز تاخد اونلاين، عايز تاخد سنتر، فانت شوف ايه المريح بتاعك واكتب قصتك، وان شاء الله ربنا معاك وثانويه عامه، وباذن الله اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. فالفيديو ده كان مهم جدا هو ينزل في الوقت دوت، بس ان شاء الله في الفيديوهات التانية نبقى عملنا ديكور او عشان قاعده في الصاله، ان شاء الله الصوت كمان يبقى اوضح. شكرا.